اهلا ومرحبا بكم على القناه. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتوما كتشوفوا هاد لا فيديو واش راكم مبروكه ان شاء الله تدخل عليكم بالصحه والسلامه والعافيه. بقات ايام قليله ويدخل علينا شهر رمضان، يا ربي يرفع علينا البلاء، قولوا امين. دونك اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم كيفاش منظمه البلاكارات ديال المطبخ. كما كتعرفوا جميع المطبخ عندي صغير وما يعني ما كيستحملش يكونوا عندي بزاف ديال المواعن، دائما كندير واحد الجرد، يعني كنحيد الحويجات اللي ما كنستعملهمش اولا تهرسوا ليا منهم بزاف. الاغلبيه كنحاول نخلي 6 من الحاجه، فبهالطريقه هذيك كنخلي دائما البلاصه انني نشري شي حاجه جديده، وفي نفس الوقت ما نعرمش عليا بزاف ديال الاواني. فباشياء بسيطه وبطرق بسيطه نقدروا يعني ننظموا الخزانات ديالنا بلا ما نشريو بزاف ديال الحوايج. كاينين دي زاستوس كنلقاهم في انترنت، كنلقاهم في يوتيوب، في انستغرام، كنحاولوا نطبقوهم كيسهلوا علينا العمليه ديال الترتيب. كما غادي تشوفوا انا ما شاريه شي حاجه باش منظمه، يعني كما قلت لكم اهم حاجه هي الجرد، وكنحيد الحوايج دائما اللي ما عندي بهم غراض اللي ما بقيتش باغي نستعملهم، يا اما كنصدقهم اولا كنعطيهم شي واحد بغى ياخذهم من عندي، يعني باغي يعاود يستعملهم. فبهذه الطريقه هذه حتى انا ملي كنمشي مثلا نشري من اكسيون اولا فشي مغازا واحد اخر كنشري شي حاجه وانا مرتاحه، حيت دائما بزاف ديال البنات كيقولوا لي داكشي اللي كتشري فين كديريه. غادي نوريكم راه كومون ما عنديش بزاف ديال الحاجات لانني دائما كندير الجرد. دونك غادي نوريكم هادشي منظم بطريقه سهله وبسيطه. كنتمنى لا فيديو تعجبكم، وكما العاده بلا ما نطول عليكم ما تنساوش لايك قبل ما تكملوا لا فيديو. اول خزانه عندي هنايا هي اللي جات في هذه البلاصه اللي فيها هذا الكوان اللي جوست فوق لافابو، اللي هي هذه، هي فيترينا صغيره وفيها الضو، فيها دي ليد اللي كنقدر نشعلهم بالليل كتعطي منظر زوين. البلاكار هذا مخصصه للاتاي، يعني هنا غتلقاو البريردات اللي عندي كاملين كما كتشوفوا، والكيسان ديال اتاي والكيسان ديال نيسبريسو الاكسبريسو دايرهم حتى هما هنايا. هنا كيبقاو بطريقه يعني منظمين وباينين، يعني غير كنمشي وكنجبدهم. بالنسبه للبراد يعني كل مره ملي كنمشي للمغرب كلهم شاريهم من المغرب، الا هذاك ديال الزاج كنت شريته من واحد الموقع وتقاسمته معكم، لان واحد الاخت في الانستغرام قالت لي قولي لي ملي كتاخذي البراد هذاك الوسطاني خديته من الموقع ديال زالوندو كان اون بروموسيون، هذاك راه كيمشي حتى فوق البوطه البنات. وهادو هاد جويجات هادو الصغير والكبير هادو تقدروا تستعملوهم كابريق ديال الحليب اولا ديال اتاي. هادو خديتهم من واحد المعرض في طنجة اللي معروف سميتو طوب ريغالو، الناس ديال طنجة غاديين يعرفوه، اللي كاينه في شارع فاس. هذاك اللي هي هذاك خديته من السويقه عادي كاين في المغرب هادو موجودين، وهذاك الاولاني كنت خديته يمكن من القصر الكبير بشي 5000 ريال اولا شي حاجه بحال هكا، داك عندو الرجيلات. دونك هادو هما البريردات اللي عندي. هنايا داير واحد لا بونبونيير اللور في الذهبي، وهاد ديال السكر حتى هي في الذهبي، ما كنستعملهمش هادوك بزاف. وهنايا كما قلت لكم الكيسان، هنا عندي هاد الموديل هذا اللي فيهم الذهبي باش كنبدل. هاد لي طاس هادو، هاد لي طاس ديال اكسيون قدامين تقريبا شي 6 سنين، هادو كانوا كيديروهم في اكسيون ما عاودوش جابوهم، كنت شريت 4 وما لقيتش جوج اخرين وصافي بقاو عندي غير 4 ديروا فيهم اتاي اولا قهوه. هادو ديال اكسبريسو كما قلت لكم هادو راه كل جوج عندي في يعني في موديل، هادو صغيورين بزاف. وهاد لي سوكروري هادي كتمشي مع هادي، عليها حطاهم انا هنايا. وهنايا هاد الكويسات ديال اتاي ديال الاتراك حتى هادو واخداهم من اكسيون، وهادو الكيسان حتى هما من المغرب، هادو اول كيسان ديال اتاي كنت جبت معايا ملي جيت في المغرب فيهم لارجونتي. هاد ديال السكر هادو هادي من اكسيون، وهادي يمكن جاتني كادو من لوكليغ، هادو كانوا حطوهم واحد اليامات في لوكليغ. كما شفتوا كلشي واضح وباين ومحطوط في البلايصه ديالو، يعني ملي كنبغي ندير اتاي كنجبد ديريكتومون البراد اللي بغيت والكيسان اللي بغيت معاه، اولا هكا الا ما كنتش غادي ندير السكر فهادو ديال السكر كينفعوني بزاف، فكنحطهم انا دائما في هاد القنيت هذا. بالنسبه لهاد البلاكار الثاني وهو اللي كنستعمل بزاف 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 كل يوم، هذا ديال الكيسان. هنا دايره الكيسان ديال هكا العصير، المناضة، الماء، هادو ديال الماء هادو عندي 4، هادو ديال اتاي، هاد لي طاس هادو كيمشي فيهم كتمشي فيهم الحاجه سخونه ما كيطرى لهم حتى شي حاجه. دونك هنايا عاوتاني دايره هاد لي فيغ، هاد الكيسان الطوالين. هنا هاد الكيسان هادو ديال البريزونطاسيون هادو كنت جبتهم من المغرب عندي قدامين البنات، ولكن عزازين عليا كيعجبوني الكيسان. غادي تلاحظوا كلشي تقريبا عندي في الابيض والترونسبارون كيجيو مع كلشي. دائما حاولوا انكم تركزوا على بعض الالوان اللي واخا تهرس لكم واحد ولا جوج تقدروا تناسقوها مع حاجه اخرى.
بحال دابا هاد الكيسان غادي يمشيو ليا مع بزاف ديال الحويجات في الابيض في الترونسبارون. كاينين عاوتاني هاد الكيسان هادو، وكاينين هادو ديال الكابوتشينو اللي بقاو لي منهم غير ثلاثة، هادوك اللي في الجناب، والوسطانيين شريت جوج ومازال خصني نكمل أربعة. هادو عاوتاني ديال اتاي، هادو عندي بلي سوطاس ديالهم، هرستهم كاملين بقاو لي غير جوج. هادو كانوا جابوهم في الدي واحد العام من تما ما عاود شفتهم. كما قلت لكم عندهم حتى الطبيصلات ديالهم وكيديروا فيهم الحاجه سخونه ما تيوقع عليهم حتى شي حاجه. انا هرستهم غير كل مره كنت كنطيح واحد. دونك صافي هاد البلاكار هذا استعمال يومي، كنهز منه هكا الاتاي او القهوه او الماء او العصير. كما قلت لكم كما كتشوفوا كلشي منظم وما كاينش الزوائد، حدو قدو. غنجيو البلاكار اللي عزيز عليا واللي كل مره كنبدل فيه الديكور، كل مره كنبارطاجي معكم فوتو بشكل. هنا دايره العطريه ديالي البنات والقرعات ديالي، ما تخيلوش شحال ديال القرايع عندي، وكل مره كيعجبني نبدل هكا كتعطيك لونفي انك طيبي وديري شي حاجه. دونك هنا دايره توسكي عطريه. هذا لو ستوند هذا كنت سولتوني عليه، هاد ليطاجير هادي كنت خديتها من سونتر اكور، غادي نوريها لكم جوست منين نسالي هاد البريزونطاسيون ديال هاد البلاكار كيفاش دايره. كيتباعوا شي 3 ولا 4 اورو، انا كنت شريت وحده باش نشوفها واش غتجيني هادي شحال، وباقي خصني نزيد وحده هنايا الفوق. دونك هذا هو ليطاجير، هو ديال البلاستيك داك القاصح، يعني غير كتدخلوه البلاصه اللي غتحطوا فيها صافي كيلصق في بلاصتو. ودوك ليطاجيرات فيهم واحد اللعيبه اونتي ديغابونت باش ما يطيحوش لكم القراعات. هاد ليطاجيرات هادو كيعطيوكم لا فيزيبيليتي للقراعي بحال الدروج دايرين. فهنايا دايره كاع العطريه اللي كنستعمل والاعشاب، وكاين اللي كاتبه فيهم بالفوتخ هنايا. هذا الفوتخ هذا البنات اللي زوين فيه، حيت واحد البنت كانت قالت لي كل مره غتغسليهم تيتحيدوا، اغلبيه ديال الوقت في الاول غير كنمسحو حتى كيتوسخوا بزاف عاد كنخويهم ونغسلهم. هذا الفوتخ هذا الا ما حكيتوش مزيان بشي بلونجا تكون فازقه ودرتو البرودوي ديال المعان ما كيتحيدش نهائيا البنات، كيبقاو هكا احسن من لي تيكي كل مره خصكم تامبريميوهم. دونك انا بالنسبه ليا كنكتب بالفوتخ وكل مره القرعه شنو كندير فيها. دونك كما كتشوفوا هنا دايره التحميره، العطريه ديال الكفته، الملح، كل شيء حاطه هنايا. وهنايا الفوق ثاني هاد لي بوكو هادو ديال اكسيون، هادو كاينين في اكسيون رخاصين، كاينين في ايكيا، وهادو كذلك ديال اكسيون. دايره فيهم داك لوازين ديال الحلويات، الزنجنان، لي بيبي دو شوكولا، هنايا هادي لا شابلور، هادي مايزينا، واللور عندي عندي اللوز ايفيلي، عندي الشوكولا اون بودغ امير، وعندي حبيبات الشوكولا اللي كنستعملو في لي بريوش. واللور غادي يبان لكم عندي هادوك لي بونبونيير هذيك البيضاء، والاخرين حتى هما دايره فيهم اللوازين ديال الحلويات. مسهله على راسي القضيه، كنمشي ديريكتومون للقريعه اللي بغيت وكنجبدها. هنايا كنفتح الا بغيت مثلا الثومه اولا البودره ديال البصله اولا الزعفران، مي راه عندي واحد بريزونطوار غادي نوريه لكم دابا دايره فيه العطريه ديال الاستعمال اليومي. ملي كتخوى كنعمرها هي هذه البنات، منين كنبغي نطيب كنحطها حدايا، ساهله فيها القريعات غير صغيورين، وكيترشوا فيهم التقيبات هنايا الداخل غادي نوريها لكم. فيها التقيبات دغيا دغيا ملي كيخواو كنعمرهم، عمليين بزاف كتحطوهم حتى لاكازينيير البلاصه اللي كطيبوا فيها، ملي كتساليو كيبقاو مجموعين في شبيكه وحده. هاد الشبيكه هذه ممكن تعلقوها، مي انا حطيتها غير هكا، مره كنحطها هنا، مره كنحطها حدا لاكازينيير، مره كنحطها في هاد القنيته هذه. كما قلت لكم هاد لي طاجير هادي اللي غادي نوريكم دابا غادي ناخذ وحده اخرى باش نحطها في هاد البلاصه هادي، باش دوك لي بوكو اولا دوك لي بونبونيير اللي عندي اللور يبقاو يبانو منين بغينا نجبدهم، يبانو لي ساهلين ويبان لي المحتوى ديالهم. سالينا من هاد البلاكار، هاد البلاكار ديجا تقاسمتو معاكم. هذا كندير فيه داكشي ديال الفطور بحال العسل، كابوتشينو، الشوكولا هكا ديال ابواغ اللي كنشربو مع الحليب، هذيك لابواط دايره فيها لي بودوار اللي كنحلهم اللي كندير بهم التيراميسو كنديرهم تما باش يبقاو طريين. وهنا درت هاد لي بواط هادو اللي كننظمو فيهم توسكي ساشي، ساشيات ديال الحريره، ديال الكريم باتيسيير، ديال الفلون، كلشي لا جيلاتين، هذه راه جيلاتين حلال البنات، كلشي دايره هنا الفلون، لي بابيوت دوك لي ساشي ديال لي بابيوت حتى هما كنديرهم هنايا، لي ساشي اللي كيكونوا فيهم دوك لي صوص، اي حاجه دايرها في هاد المنظفات فيهم بحال مفرقين كتحطوهم كيبقاو واقفين بهذا الشكل هذا. راه غتبان لكم حتى لافاني دايره هنايا حيت عندي بزايد.
لا كريم شانتيي، بزاف كيسولوني على لا كريم شانتيي، كتباع عند الاتراك البنات، راها موجوده وعندهم بزاف ديال الماركات. هذا مكان بالنسبه لهاد البلاكار. هنايا دابا غادي نوريكم شنو دايره في هاد البلاكار اللي جا ديريكتومون تحت لا غازينيير. دونك هنا كما كتشوفوا دايره كاع دوك التويشات الصغيورين اللي كيعجبوني في لا بريزونطاسيون، غتكونوا حتى نتوما بحالي وغادي نديروا نفس الملاحظه، كاينه البيض وكاينه يعني ترانسبارون. هنا هاد الزليفات هادو، هادو كنت شريتهم كيتباعوا بربعه. هادو ديال البيض خديتهم قبل ما يبدا الحجر الصحي من اكسيون، مي لقيت غير ربعه، كانوا في الالوان، ان شاء الله الا عاودت لقيتهم غادي نكملهم. هكا رمضان كيجيو زوينين في البريزونطاسيون ديال البيض مسلوق. وهاد لي بريزونطوار هادو ديال البيض، هذا نورمالمون ديال لي زيسكارغو، انا كنحط فيه البيض، هذه كنتو سولتوني عليها بزاف ديال المرات، هي مدوره. وهنايا هادو هاد لي غامكان اللي كنديروا فيهم الفلون اولا لا كريم برولي. هنايا كاين طبيصلات، كاينه هاد لي غامكان هادو اللي على شكل وريقه، هاد كيفاش كنسميهم، هاد لي فيغين هادو كنديروا فيهم تيراميسو اولا كنديروا فيهم لي فيغين ديال الفريز. هادو كنت خديتهم خديت منهم بزاف، كانت عندي واحد العراضه وراه باقي عندي الصراحه منهم، دونك دايره غير هادو اللي نقدر نستعمل دابا. هاد لي بتي غامكان على شكل قلب كذلك، لي لور عاوتاني سي دي فيغين اللي كنديرو هكا بوغ لي سالاد اولا لشي حاجه حلوه. هاد لي فيغين ترانسبارون هادو كذلك عندي منهم بزاف، مي بحكم ما عنديش بزاف البلاصه مخليهم في الكرتونات ديالهم. هادو كذلك ديال لي كلاص اولا ديروا فيهم هكا التمر اي حاجه. هاد لي كويغ هادو، هاد الشبيكات ديال لي فخيت اولا ديال الخبز، هادوك الكبارين الكحل كنحط فيهم الخبز اولا الديسير. وهاد لي ميني كوكوت كنتو سولتوني عليهم، بارطاجيتهم معكم في لا فيديو الاخرى، كيدخلوا الفران ديروا فيهم الكغاطان اي حاجه بغيتو ديروها في الفران، وشي مرات كنستعملهم بلا الغطا ديالهم هكا كوم بلا دو بريزونطاسيون. يعني دائما الحاجه فكروا انكم ديروا لها اعاده التدوير. وهنا الطبيصلات هكا ديال الكاطو، هاد الزليفات هادو بوغ لي صوص اولا تحطوا فيهم هكا لي زانغريديون اللي كنبغي نصور شي فيديو. هادي ديال السكر، وهنايا لتحت غادي تشوفوا دايره طباصل. الوغ بالنسبه للطباصل البنات، كانوا عندي بزاف ديال الطباصل اللي لقيت عند راجلي فاش جيت عنده للدار، الدار القديمه، ولكن كتلقاو خمسة ثلاثة أربعة، وكانوا شي طباصل اللي ما كانوش عاجبيني الالوان والموديلات ديالهم، فداك الشيء كامل فاش رحلت كنت صافي حيدتو. وكانت باقا عندي شي حاجه مؤخرا حيدتهم عليها، غادي تشوفوا هذا خاوي. دونك هادو عندي في هاد الخضر والكري كيمشيو مع بعضياتهم، كانوا تهرسوا ليا في الكري جوج، وهادو ديال اكسيون كنت خديت ثلاثه. هاد الستيل هذا راكم عارفني كيعجبني، هاد لي كوادريلوب، فخصني باقي خصي ثلاثه، مي كيتمشاو حتى مع الابيض. دونك هادو الكري والخضر دايرهم هنا، هادو كبارين. وهنايا عندي هادو هاد لي زارجونتي، حتى هما كيجيو زويونين، واللور دوك البيض اللي فيهم الكحل. المهم باقا خصني نكمل، باقا صراحه باغي ناخذ موديلات اخرين والوان اخرين، مي داكشي اللي كان عندي كامل حيدتو. اللور غادي يبان لكم دوك لي طاس ديال ميزون دو موند، هذوك عزازين عليا، هذوك دائما كنخبيهم، كنخرجهم غير مره مره ومخليهم في البريزونطوار ديالهم، بحكم هنا بقات لي واحد البلاصه دايره هذا هاد الفير دوزور، هادو اللي كنعبروا بهم السوائل والدقيق وداكشي، حاطاهم هنايا. دونك هنا بالنسبه للطباصل باش ما ياخذوليش البلاصه ويجيوني ساهلين على يديا، دايره ليهم هاد المنظمات هادو ديال الخشب، وتقدروا تلقاهم في الالوان. هادو خديتهم من سونتر اكور، كاينين في ايكيا، كاينين في بزاف ديال لي ماغازان، وباقا ان شاء الله غادي نزيد منهم باش ندير فيهم طبيصلات صغار. دونك هذا مكان بالنسبه لهاد البلاكار اللي كيجي تحت لا غازينيير. هنا جينا البلاكار اللي بقى ليا عندي دايره فيه تاني المعن. هاد البلاكار عندنا قديم بزاف للاسف، لو تيغوار ديالو ما كنستافدش منه حيت كيتهرس كل مره كيطيح، دونك مخليه خاوي وكنحاول ما نقيسوش لانه كل مره كيطيح ليا. دونك هنا دايره داكشي ديال الحلوى، غير داكشي اللي عنده العلاقه مع الحلويات، لي مول الغربال. هنا غادي يبان لكم هاد البريزونطوار ترانسبارون، دايره فيه كاع لي لوفور لافاني، كلشي دايره هنايا على يديا. وهنا دايره تو سكي مول لي بوشادوي، هادو ديال لي كاب كيك، الكويرطات ديال الحلوى، هنا لافاني، الكراميل، بيكربونات الصودا ديال الطياب، وهنايا عاوتاني لي مول لي مول لي مول، وهنا لي كريم، كريم باتيسيير، الكريم فريش و سكر كلاص. دونك هاد الكوين هذا خليته فريمون الحلوى باش ما نبقاش نتلف ونقلب على الحاجه. دونك كما شفتو مستعمله هاد لي بواط اللي كيتباعوا في اكسيون، وكاينين حتى في ايكيا.
ومستعمله هذه حتى هي واخدها من اكسيون. وكاينه واحد لا بواطون بلاستيك هنا اللي بقى زايد عندي الخميره كنت جبتها في المغرب بزاف دايرها هنا هي والفلو. صافي هذا ما كان بالنسبه لهذا البلاكار. عندي في هذا البلاكار هذا غادي يبان لكم حاطه كاع دوك الحويجات عاوتاني اللي كنستعمل في لا بريزونطاسيون. هاد لي بلا هادو لي طوالين ديال الكيك اولا هكا حتى الماكله كنحطها فيهم. هادو ديال الزبده، هاد الفراقات هادو المربعين، الجنات هادو دائما هادي هي البلاصه ديالهم. هاد لي بتي غامكان اللي كنديروا فيهم لي صوص اولا الزيتون. هاد الطبيصلات هادو اللي فيهم الفراقات هادو بزاف كانوا سولوني عليهم، هادو خديتهم من اكسيون، باقي ناقصني جوج غادي نزيدهم ان شاء الله. وهنا اللور عندي هادوك الفراقات عاوتاني المدورين جوج، وفوقهم دايره هاد لي بوتيت بونبونيير اللي كنت خديتهم من المغرب، الزبده، العسل، الكونفيتور، زيت الزيتون، اي حاجه. وكاينين حتى هادو ديال لي صوص ديال اكسيون اللي عندي جوج، راه وحده فوق وحده بهذيك الخشيبه ديالهم اللي كنبريزونطيهم فيها بالمعلقات ديالهم. الكوان غوز صراحه باقيه باغيه ناخذ معينات في الغوز. هنا هذا ديال لا كريم اولا كندير فيه هكا المرقه لاصوص ديال الكسكسو نهار كسكسو. هاد الكاس عزيز عليا ديال الميزون دو موند، هذا كان جاني كادو. وهنايا دايره هاد الطبيصلات في الغوز اللي باقا ما زدتش منهم، طبيصلات ديال الكاطو دوك لي ترونسبارون وفي الابيض. وهادو عندي منهم غير وحيده وحيده، هاد ديال ميزون دو موند هاد البيض هذا كان جاني هو، هذا كانوا جاوني كادو. هاد لي بلاطو هكا صغيورين هادو ديال اكسيون، ولي باي اللي كنستعملو في هاد لي جار، هذا في الصيف كنديروا العصير اولا شي حاجه بارده دائما كنحطهم في هاد النوع ديال القريعات. باي دائما كنغسلهم وكنرجعهم هنايا كنحطهم. هنايا دايره كاع زلايف اللي عندي البنات، الزلايف كانوا ديجا عند راجلي، وشي وحدين كنت خديتهم من اكسيون، وشي وحدين جايين من المغرب، وشي وحدين من الدي. المهم كاين الخير تبارك الله، كاينين الكبارين وكاينه الصغارين. هاد لي ترونسبارون هادو ماشي زلايف، سي دي كوبيل هكا كنحط فيهم لا سالاد اولا لي سالاد دو فروي اولا سالاد سالاد. وكاين هاد الطويجين هذا حاطه هنا، هنا دايره توسكي قراعي، قراعي ديال الماء ديال العصير. هذا ديال اتاي اللي كندير فيه هكا ديتوكس، وهذا البريريد هذا مع ديال البورسولين ما خفت نديرو في داك الموبل ويهرس لي الدجاجه فحطيته هنايا بوحديتو. وهنا دايره لي بونبونيير، راني عندي البليه ديال لي بونبونيير البنات، ما عرفتش واش نتوما بحالي. دونك هادو غير اللي قدرت ندير هنا، وعندي وحدين اخرين يعني كل وحده فين حاطاها. دونك هنا دايره هاد لي جاغ هادو اللي كنشربوا فيهم العصير هكا بالصيف يعني بالصفافه ديالهم بلي باي، حاطاهم هنايا اربعه. واللور كاينه ديك لا بونبونيير كبيره، وهادو كاع دي بونبونيير حاطاهم هنايا. وصافي هذا مكان البنات، هذا هو التنظيم ديالي سامبل، كل حاجه كنعرف البلاصه ديالها. وكما قلت لكم اهم حاجه باش ما ترونش الكوزينه هي انكم تخليو الحوايج اللي كتستعملوا اللي ما عندكمش بها غرض، اولا عندكم فيها الدول بزاف ما كتستعملوش واحد المده طويله، فصافي دير انكم ما يعني ما بقيتوش باغينو ما غيتستعملش، فحيدوه عليكم وديروا لي سباس باش تبقى لكم الكوزينه منظمه، و اي حاجه بغيتوها كتبان لكم. فوالا غزالات ديالي، كنتمنى الفيديو ديال اليوم تعجبكم، بارطاجيتكم معكم هادشي بكل عفويه. ان شاء الله فاش نقاد لو بلاكار ديال الكوزينه اللي عندي هنايا في هاد الجهه هادي غادي نتقاسموا معكم ان شاء الله، غادي نوريكم كيفاش مقاده دوك الماكينات العصارات داكشي كيفاش مقاده. وما تنساوش تبخلوا ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم بلي جيم سورتو التعاليق ديالكم، راني كنجاوبكم وحده بوحده. كنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلام عليكم.